أقامت منظمة اتحاد شبيبة الثورة نهائيات المرحلة النهائية للمسابقة الوطنية للمطالعة الحرة ماراثون القراءة لعام 2021 في مكتبة الأسد بدمشق. هذه خطوة جيدة جدا من اتحاد شبيبة الثورة، التشجيع على القراءة وإتخاذها بماراثون اعتبارها رياضة ذهنية كمان أمر مهم. اليوم كنا بنعرف الجيل اللي ابتعد كثير عن الثقافة من خلال وسائل التواصل، اللي صارت تنقل مقتطفات من أفكار وثقافات لا تبني شخصية المتعلم ولا شخصية الطالب ولا شخصية الإنسان. اليوم إعادة إلى موضوع كثير مهم، وهو أن نطلع وبشكل عميق على ثقافات الشعوب، وهذا لا يتم إلا من خلال القراءة. وبالتالي هذا الماراثون نأمل له أن يعيد الثقة بين المتعلم أو الطالب وما بين الكتاب الذي أصبح في طيات النسيان. المسابقة هي عم تشمل 3 مراحل، تعليم أساسي وثانوي وما بعد الثانوي. كتير مهمة هي المسابقة، وهي طبعا صار لها هي 2 عامين، اليوم العام الثالث، لأهمية الكتاب. وعم نعود الشباب أنه نشجعهم على القراءة، عم نعودهم لأنه يحتووا الكتاب، يكون بكل منزل في كتاب لحتى شبابنا تزيد ثقافتهم، تزيد إبداعهم بمجال القراءة. موجودين بمكتبة الأسد لإطلاق المسابقة المركزية الوطنية للمطالعة الحرة ماراثون القراءة 2021 بعنوان، خليني أقول، أو بشعار مثل ما نحن حبينا يكون، خطوة نحو المستقبل. اليوم نحن بنآمن بأنه لحتى نقدر نحن نصنع مستقبل، نرسم مستقبل، لازم نكون عارفانين الماضي وعارفانين كيف صار وعارفانين التاريخ وعارفانين حتى الحضارات الثانية كيف وشلون شكلها. ويمكن من أهم الطرق لحتى نحن نتعرف على هاي الحضارات، خليني أقول، أو على العالم العوالم اللي حوالينا، هي أنه نحن نقرأ. المسابقة ضمت 1500 مشارك ومشاركة، في مرحلتها الأولى تأهل منهم 125 إلى المرحلة النهائية على مستوى المحافظات. بافتتاح مسابقة المطالعة الحرة ماراثون القراءة للمشاركين والمتميزين اللي كانوا معنا بالمرحلة الأولى، اللي هي بتقام على مستوى الوحدات الطلابية، واللي تميزوا فيها وطلعوا على المرحلة الثانية كمان تقام على مستوى الروابط أو القطاع الجغرافي ضمن كل منطقة. بعدين على المرحلة الثالثة اللي هي على مستوى فرع دمشق، اللي تميزوا معنا بهالثلاث مراحل تأهلوا للمرحلة الأخيرة، المرحلة المركزية. أنا بدأت المشاركة لما كنت 10، إجت الشبيبة على مدرستنا وأعلنت عن مسابقة ماراثون القراءة، فأنا بما أني من هواياتي المطالعة وبحب قراءة الكتب قلت لأشجل فيها، وشجلت وفعليا اختبرنا على مستوى الرابطة وبعدين على مستوى الفرع، والحمد لله قدرت أتأهل هلأ حاليا على مستوى القطر، حاليا هون بدمشق، وإن شاء الله أقدر أحقق مراكز وأرفع اسم مدرستي ورابطتي وكل. كانت تجربة كتير جديدة ورائعة، وهي إنه بداية لتقدم وحضارة المجتمع خصوصا هون بسوريا، هي كتير كانت يعني مثل خطوة لقدام، بتشجعنا أكتر لحتى نشوف هواياتنا أكتر، ما نحد ثقافتنا أو فكرنا عن شيء معين، لأنه الكتب هي عالم جديد تماما، يعني بتخلق بين الصفحات بين الأسطور، بتحس حالك إنه أنت بعالم جديد كليا، يعني بتحس إنه أنت لقيت حالك لو كان هي هوايتك. فهي فعلا كانت أفضل طريقة حتى نعبر عن حالنا ونلاقي الأشخاص اللي هنن بينتموا لنا. جزء تاني منه. جئنا إلى ماراثون القراءة للانتقال إلى مرحلة جديدة من المنافسة بعد الفوز على مستوى محافظة حلب، للانفتاح على المجتمع السوري الذي انغلق بعد أن انغلقت كل مدينة على نفسها خلال سنوات الحرب، التعرف على ثقافات المدن الأخرى، والهم الأخير هو الفوز، لأننا كقراء فائزون بالثقافة وفائزون بالتعرف على الثقافات الجديدة. المسابقة تهدف إلى التثقيف الذاتي، ويتم تقييم المشاركين على أساس عدد الكتب التي تمت قراءتها وفكرة الرواية ومعلومات الكتاب والأسلوب والثقافة العامة.